كابتن هشام، مباراة زي النهاردة في ظل نتائج امبارح، تتفق معايا انها تفرق كتير مع غزل المحلة؟ تفرق في ايه؟ ثلاث نقاط ولا يفرق في حاجة؟ ليه؟ لا المحلة خاص بعيد، انا لو من جمهور المحلة ومجلس إدارة نادي المحلة ان يبقى عنده استقرار بس في اللعيبة دلوقتي، كسب يبقى 31 يا كابتن، بعيد تماما محلة مستواها وادائها والمتغيرات اللي تحصل من تغيير مدربين ولاعيبة ومشاكل وفلوس ما اللعيبة ما بتاخدهاش، كل الاجواء دي كلها لا تصح ان الفريق المحلة يوصل اصلا للصدارة. فهو بالنسبة له ان هو يفكر من السنة دي للسنة الجاية، يعني ارجو المرة دي يبقى التفكير منطقي شوية، ان انا النهاردة اعمل جلسة مع مجلس الادارة بالكامل برئاسة رئيس النادي او رئيس الشركة، ويبقى الجماهير عارفة من دلوقتي ان احنا يا جماعة بنعد فريق للسنة الجاية للصعود مش انت من كام اسبوع قلت هذا الكلام على نجوم المستقبل؟ لا قلت على نجوم المستقبل، قلت يا اخوانا انتوا لا هتصعدوا ولا هتعملوا، صح، وكفايه اقالات مدربين، جهز فرقه للسنه الجايه بدل ما انت عمال كل لوجيك كل ثلاث ماتشات يبقى في مدرب. ده الناس المحترفه اللي بتفكر صح، كمان اللي معاهم فلوس. يعني انا النهارده كشركه محله المفروض ان عندي فلوس، كان نجوم مستقبل عندي فلوس، فبالتالي الامور صعبه لان فيها تدخلات من كذا جهه، من رئيس نادي، من اداري، من ابن رئيس نادي، من مش عارف، يعني كل الامور دي التدخلات دي كلها لا تصح اصلا. فالنهارده انا يبقى نجوم مستقبل في المركز ال 15 اللي هو سنفت مفنش ثالث، يبقى انت بتتكلم في حاجه ما هو اصل مش لوجيك يعني. وكان ماشي كويس في الاول المفروض مع ياسر رضوان، مفيش يعني كان كسبان ماتش ومتعادل ماتش، متعادل المريخ، فايه المشكله يعني؟ يعني مش هو يعني متعادل المريخ في المريخ وفرقه كويسه ومتصدر، فالامور دي كلها لا تصح. فانت بتسالني على المحله نفس القصه. انا النهارده المحله فرق كبير جدا جدا، لو كسب النهارده 31 هيبقى فرق 12 بونت برضو، كبير جدا جدا على خلاص. انت على فكره انت في الدور الاولاني والكباتن يتفقوا معايا ان انت تعرف تجمع عدد من النقاط، الدور الثاني صعب جدا جدا انك تجمع عدد من النقاط، اصعب بكتير طبعا، لان انت هتلاعب بقى الفرق اللي هي هتنزل فهتستموت فيها عشان ما تخسرش وتنزل تحت. بكررها تاني، الهبوط خمسة فكتير قوي، كتير قوي، فعشان كده المباراه هتفرق بس ان المحله بيلعب الحمام، فالطبيعي ان انا اكسب، الطبيعي ان انا اكسب كمحله يعني اسم كبير، لكن النهارده على الورق وقلم وعلى الدوري الدي ام سي الغير متوقع لاي حد فينا، لا ممكن الامور النهارده تلاقي الحمام بيكسب المحله عادي جدا، مفيش اي مشكله، عادي وارد. يعني انت بتقول الحمام كان في اخر الجدول، النهارده تخطى اكتر من اربع خمس فرق، فيبقى النهارده عنده من الطموح والامل ان هو يرجع ويعود تاني في وسط الجدول، والحمام كان كده قبل كده على فكره. يعني هي محافظه مطروح بتدعم هذا الفريق بشكل كبير جدا مع الرجاء، مع الفرقه الثالثه اللي هي الحريه. فيعني ادي ثلاث فرق في دعم كبير من المحافظه وفي ناس وراهم بشكل كبير، فهو يتمنى ان هو يكسب اللقاء النهارده على ملعبه. فريق كبير، فهو عارف ان فريق كبير بيلعب كوره جيم مفتوح، فبالنسبه له هو هيأدي فيه بشكل كويس. لكن المحله لا خلاص، انا زي ما قلت لك يبقى في جلسه وعي للجماهير، لان الجماهير انت عارف في مشاكل في المحله كتير على طول، مش متقبله فريقها انها تهزم او انها في المنظر ده. فلا انا عامل يا جماعه لو سمحتوا، انا السنه دي بحافظ على قوام الفرقه، السنه الجايه اجيب تدعيمات. بص يا انا ممكن النهارده كرئيس شركه اشتري لعيبه مثلا ب 500000 و 400000 و 800000، ماشي انا النهارده بشتري لعيبه ب 100000، طب ما 100000 دي مش هتوصلني اصلا ل 18 يعني، مع احترامي لان ده فريق المحله، لا بكلمك بجد والله. فانا هقعد اخسر بقالي 3 سنين ان هو ما طلعش الدرجه الممتاز، ما انا هجيب برده السنه الجايه برده لعيبه بال 100000 مش هتطلعني برده، يبقى انا على الاقل اوفر اجيب مثلا قوام فرقه خمس لعيبه ممكن يبقوا بياخدوا 300000 400000 بس، يبقى هم الخبرات اللي تشيل الفرقه، يبقى عندي كباتن وكوادر تشيل الفرقه، يبقى انا من النهارده اجهز فريق اشتغل على ده للسنه الجايه، ويبقى ده مقنع للجماهير. ما هو الجماهير دي عايزه فرقتها تبقى اول الدوري.